الحصن الحصين والمفتاح والحل وطوق الأمان هو قارب النجاة، هو تماسك المصريين، هو وحدة المصريين، هو تماسك، وذلك وجدناه في هذه الطوابير. يعني في الساعات المبكرة في اليوم الأول وجدنا يعني ذلك الازدحام، وذلك الازدحام تابعته وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام، وتابعه يعني المراقبون الذين استخرجوا تصريحات من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكدته اليوم في بياناتها الهيئة العامة للاستعلام تلك المشاركة الإيجابية، هذا الحضور الكثيف كله يعني تم متابعته من قبل كل تلك الأطراف. بالفعل كان هناك كما ذكرنا في المقدمة 14 منظمة دولية بتتابع هذا الاستحقاق الانتخابي، وكان أيضا هناك مسموح وتسهيلات لوسائل الإعلام العالمية أيضا للمتابعة كيف تسير العملية الانتخابية في مصر، وهو كان دور مهم جدا. وأيضا يمكن مش كل الدول بتتيح هذه الفرص للمتابعة الدولية من وسائل الإعلام أو أيضا المراقبون من المنظمات الدولية المختلفة. جميل أستاذة أميرة، يعني مصر تتميز في هذا الاستحقاق عن غيرها من كل دول العالم، يعني فيما يتعلق بحرصها على هذه المتابعة باستخراج هذه التصاريح، أيضا يعني بمظاهر البهجة والفرح التي شاهدناها، أيضا بفكرة الإشراف القضائي، بفكرة أن هناك قاض على كل صندوق، بفكرة أنه يعني شاهدنا الصناديق شفافة أيضا، الصناديق الشفافة وجدنا على البث مباشرا للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وهو يتابع مع السادة المستشارين الأجلاء الأفاضل رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية، كل هذا تم يعني بثه على وسائل الإعلام صوتا وصورة، وشاهدنا أنه بعض كانت المشاكل تتمثل في حضور كثيف، في تكدس الطوابير، وأوصى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هذه السيولة، سيولة الناخب. أتصور أيضا يعني فكرة التيسيرات التي قدمتها الدولة المصرية، حرص الدولة المصرية أن المشارك أو المصريون العاملون في الخارج أن يكون لهم صوت وأن يشاركوا في تلك الاستحقاقات الدستورية. أيضا يعني نعود إلى فكرة الفرح والبهجة أمام الصناديق وهذا العرس. بالفعل مصر يمكن الدولة الوحيدة اللي بنتحدث عن تلك الاستحقاقات الدستورية كأنها أعراس، هذا ما يميز الشعب المصري. وشاهدنا يعني هذه الطرائف والدعابات وتواجد يعني حرص الكل على المشاركة، وبعض يعني المشككين يعني يكرهون ذلك ويقولون لقد بدأت البهجة والرقص ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني هذه طبيعة المصري، وهذه هي المشاركة المصرية، وهذه هي العادات والجينات المصرية. فأتصور لا أحد يستطيع أن ينصب نفسه أستاذا أو ملهما لهذا الشعب، الشعب دائما هو الملهم والأستاذ. ويمكن أستاذة أميرة في نقطة مهمة جدا أحب التأكيد عليها، فكرة أنه المصريون شاركوا في انتخابات واستحقاقات بعد 2011 وأتوا بالإسلام السياسي، مارسوا تلك الديمقراطية غير يسمونها في النظم السياسية ديمقراطية غير نيابية. عندما أحسوا بهذا الخطر ماذا قاموا؟ قاموا بممارسة الديمقراطية المباشرة ونزلوا إلى الشوارع ملايين ليصححوا ما قاموا به. إذن هذا المصر العظيم بعد أن مارس الديمقراطية غير المباشرة وفقا لعلم النظم السياسية والديمقراطية النيابية باختيار الممثلين، ركن واتجه إلى الديمقراطية المباشرة، ديمقراطية أثينا، ديمقراطية إسبارتا. هذه الديمقراطية هو أن يتواجد التواجد ملايين المصريين في الشوارع يريدون أن يحافظوا على هذه الهوية، يريدون أن يصححوا هذا الأخطاء. إذن الشعب هو الملهم، لا تستطيع مهما يعني كنت يعني أستاذا أن تحاضر الشعب المصري، لا، هو الشعب هو واع بطبعه بحضارته بثقافته. هناك مثال أريد يعني أن أؤكده، إن كانت هناك مثلا انتخابات محلية، هذه الانتخابات المحلية إن تقدم لها أستاذ كبير في العلوم السياسية في الانستيتيوت بوليتيك والدروا كونستيسيونيل النظم السياسية والقوانين الدستورية أستاذ عملاق، وتقدم شخص متواضع، شخص بائع سريح، أنا كمثقف كنخبوي أقول
ده كلام بقى. انت هتنتخب يا راجل الراجل السريح؟ لا، ننتخب الاستاذ الجامعي بتاع العلوم السياسيه. المواطن البسيط لما بيروح ويدي صوته للراجل السريح، فانا انتقده، اقول ايه ده، في حد يسيب الاستاذ الجامعي ويجيب؟ لا، هو اكثر ثقافه وعلما ووعيا مني. ليه؟ لانه عارف، هو عارف بتجربته وبتجاربه انه هذا الاستاذ الكبير مش هيخدمه ومش هيشوفه، لكن عارف انه هذا الانسان البسيط البائع السريح خدوم وهيلاقيه ومتواجد ويقدر يقدم له خدمات. اذا انت لا تستطيع ان تدعي المعرفه وان تتاستز على الـ على الـ على الـ على الناخبين. لا، الناخب بوعي بثقافته هو يعلم ايه هي الحلول وايه هو الصح وايه هو الاختيار الافضل. وهذا هو الوعي المصري نتيجة هذه الحضارة التليدة. يعني هو كلاما ليس كلاما إنشائيا، فعلا المصري إنسان صاحب حضارة 7000 سنة في هذا الوعي وفي هذا الإدراك وفي هذه الثقافة. طب هل ترى أن هذا الوعي يصبح موجود لدى رجل الشارع المصري أثناء الأزمات فقط، أم يعني أن الشعب المصري مؤهل للديمقراطية ولديه الوعي الكامل ولا نخاف عليه؟ وجهة نظرك. الشعب المصري يتحرك في اللحظات الحاسمة، وهذا هو سمت احنا سمتنا كمصريين التحرك، حتى عندما نكون طلبة. لأنه لو تسمح لي كلام حضرتك أنه الشعب المصري مش محتاج موجه ومش محتاج حد يشرح له أو يوعيه، هو واعي ونسيبه كده. ولكن في وجهة نظري، يعني كوجهة نظر أخرى مش فضل. كمذيع، ولكن كوجهة فضل. نظر أخرى، أنه أيضا نحن نحتاج إلى من يوعي الشعب المصري، إلى من يعلمه كيف تكون الديمقراطية والوعي. لسنا مختلفين. ليه بقى؟ لأن أنا لما بقول كده ده مش معناه لا سمح الله أن أنا مثلا أقلل من دور وسائل الإعلام، أن أنا أقلل من دور المثقفين، من دور النخبة. لا على الإطلاق، عليهم أن يقوموا بهذه الأدوار، وهي أدوار مهمة، أدوار توعوية وتنموية لا شك في ذلك. لكن ما أقوله وما قد أختلف معك فيه هو عدم ادعاء العلم والتعالي على المواطن. هو ده، هي دي النقطة الفارقة اللي فيها خلاف. أنا يزعجني وأستاء من التعالي على المواطن، لكن هذا لا يمنع على الإطلاق من ممارسة هذه الأدوار، لأنه طبعا هذه أدوار توعوية، أدوار توجيهية، أدوار مهمة جدا، وهي منوطة بهذه الأجهزة، بالإعلام وبالمثقفين وبالنخبة.